كما ذكرت سابقا أن هذا الجسم، أن الإنسان مركب من أمرين، جسم كثيف هو هذا البدن، وجسم لطيف وهي هذه الروح. الآن هذا البدن تقوم فيه في الجسم الكثيف حركات، أفعال، أمور إرادية، ومنها أمور لا إرادية، القلب، المعدة، الدماغ، هذا الذي يتحرك فيه، منه أمور إرادية ومنها أمور لا إرادية. لا إرادية المعدة والقلب والرئتين وإلى ما يتبع ذلك، والإرادية مثل حركة اليد، مثل جفن العين مثلا، مثل حركة الفم. طبعا سأبين مسألة التلازم العادي والحكم العادي ومسألة الكسب وإلى ما يتبع ذلك، لكن هذا بحسب ما يظهر. والروح فيها أمور تقوم، لأن الروح مركب فيها قوتان، قوة إنسانية وقوة حيوانية. القوة الإنسانية هذه تنقسم إلى قسمين، قوة عاقلة وهي العقل، وقوة نزوعية هذه التي تقوم فيها الخواطر، إما أن تكون خاطر من الشيطان أو من الملك إلهام، أو يكون خاطر من الله سبحانه وتعالى، أو يكون خاطر من نفس هذه النفس. وبينت في علم النفس الفرق بين الخاطر الإنساني والخاطر الشيطاني، لأن الخاطر الشيطاني دائما يتغير، الشيطان يريد منك دائما أن تعصي الله بكل الوجوه، لكن الخاطر النفساني هو يريد معصية بعينها، فدائما يأمرك مثلا بشرب الخمر لأن النفس تحب الخمر. لكن خواطر الشيطان مرة يأمرك بالزنا، مرة يأمرك بالخمر، مرة يأمرك بكذا. فالشيء الذي تريده النفس دائما تجد هذا الخاطر على نفس الأمر، لكن خواطر الشيطان متعددة، ممكن تكون خواطر النفس متعددة، لكن الفارق بين هذا وهذا أن هذا دائما تجد الناس تركز عليه، والشيطان دائما يغير المعاصي، يأتيك من هنا، يأتيك من هنا، يأتيك من هنا، يأتيك من هنا. المهم أن هذه القوة، القوة النزوعية، هذه القوة المدركة التي دائما تعارض العقل، فإن أذعنت للعقل هذا يسمى الإنسان على الهدى وصاحب ومن أهل الهدى وإلى ما يتبع ذلك. وإذا خالفت هذه النفس النزوعية العقل، هذا الإنسان يسمى صاحب هوى. والقوة الحيوانية تنقسم إلى قوتين، قوة شهوية وقوة غضبية. الآن هذه ما يدور في نفس الإنسان يعني ظاهر، يعني يشعر به، لا نراه، المقصد بظاهر أنه يعني نراه بعين، لكن يظهر أن الإنسان تقوم فيه أمور في هذه النفس كالشوق، المحبة، الأمور التي لا إرادة له فيها، يحب بعض الأشياء، يشتاق إلى بعض الأشياء، هذه أمور لا إرادية تحدث في النفس. لكن هناك أمور إرادية تختارها، يصبح تنازع بين العقل وبين النفس، تريد كذا، النفس تقول كذا، في الآخر ترجح أمرك، إما أن ترجح هذا الأمر النفس، يعني تغلب العقل تقول أريد كذا، وإما العقل تذعن له النفس فيقول أريد كذا. الآن هذه الاختيارات الباطنة هذه أفعال لكن للنفس، والأفعال الظاهرة هذه التي للبدن كذلك، هذه نتكلم على الجهة الإرادية. هنا وقع التنازع بين أهل السنة والجبرية وبين أهل السنة والمعتزلة القدرية، أن العبد يخلق أفعال نفسه. طبعا هم يقولون بالقوة المودعة، هذه أخرجتهم من الكفر. المهم أن هذا هو محل النزاع في أفعال هذا البدن الإرادية وأفعال هذه الروح الإرادية، هل هذا يخلقه العبد أم أن الله يخلقه؟ إذا قلنا الله يخلقه إذن هو مجبور، هذا ما قالت به الجبرية وآل بهم إلى الظلم. وربنا يقول وما كان الله ليظلمهم، وخلق أفعال العباد الباطنة واختياراتهم وكذا قالت به المعتزلة، قالوا هو يخلق أفعال نفسه، فآل بهم الأمر إلى شرك الإسناد، أن أسندوا هذه الأفعال إلى العبد. قولهم بالقوة المودعة أخرجهم من الكفر، لكن وقعوا في البدع، لأن الله خالق كل شيء كما سيأتي الكلام على النصوص. أهل السنة أثبتوا أن الله خالق كل شيء، خالق الفعل الأكساب وخالق الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة والباطنة، وأثبتوا كسبا. اعترض علينا من قبل المعتزلة، قالوا كسب الأشعري غير مفهوم. نقول في هذه المسألة أمرنا بإثبات بعض الأمور ولم نؤمر بإدراك حقيقتها،
أمرنا أن نثبت أن الله له قدرة، هل طلب منا أن نعلم ما هي حقيقة هذه القدرة؟ طلب منا أن نؤمن أن الله موجود، وبحثنا في الأدلة وعرفنا أن الله موجود، هل كلفنا بأن نعلم حقيقة الله؟ فإذا إثبات الأمر يختلف عن طلب معرفة حقيقة الأمر. فالله أمرنا أن نثبت أنه خالق كل شيء وأن نثبت العبد كسبا. وكما سأبين يعني الإمام الأشعري خرج هذه المسألة على مسائل إيش؟ الحكم العادي والتلازم العادي وإلى ما يتبع ذلك. المهم أن المعتزلة وغير المعتزلة اعترضوا علينا بأن كسب الأشعري غير مفهوم. نقول الأشعري أثبت الكسب كما قال تبارك فأصابهم سيئات ما كسبوا، وأثبت أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فبإثبات الكسب أخرجنا من مخرج، خرجنا من مذهب الجبرية، الجبر المحض الذي يؤول إلى الظلم، وربنا يقول حرمت الظلم على نفسي. ولما أثبتنا، عندما أثبتنا الاختيار خرجنا من مذهب الجبر، وعندما أثبتنا أن الله خالق كل شيء خرجنا من مذهب المعتزلة وهو الإسناد، شرك الإسناد، وأن العبد يخلق أفعال نفسه، لذلك سموه قدرية لأنه قال العبد يقدر على أفعال نفسه. فأثبت الأشعري الكسب وقال أن الله خالق كل شيء. هل طلب منا أن نعلم حقيقة هذا الكسب، يعني ما يحدث في نفس الإنسان ومسألة الاختيار؟ الله قال فأصابهم سيئات ما كسبوا إنما الأعمال بالنيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان فعل باطن والعمل الصالح بطلب الجوار هذا فعل خارج، أثبته الله سبحانه وتعالى للعبد على طريق الكسب، وأثبته وأسنده لنفسه على طريق الخلق. ففرق العلماء بين الكسب وبين الخلق، فهكذا خرجنا من الجبر وخرجنا من القدر. والله أعلم.